وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
فلله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض
أولئك لهم اللعنة ولهم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن